تفاصيل الواقع في الخرطوم والمواجهات المستمرة مع عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من هنالك. عثمان أهلا بك، إذن ما هي التفاصيل لديك في آخر التطورات على الساحة؟ العادة أمدرمان كالمعتاد، أمدرمان هي مدينة الحرب الأولى منذ أبريل في العام الماضي. اعتدنا على القصف المتبادل ما بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. في ساعات الفجر الأولى حلقت طائرة بقاعدة وادي سيدنا العسكرية نحو هدفها بمناطق جنوب غرب أمدرمان وأيضا بمناطق وسط الخرطوم بحري. ومنذ ساعات الصباح الأولى قصفت ميليشيا الدعم السريع قصف مكثف قاعدة وادي سيدنا العسكرية وردت عليه بفعالية الجيش السوداني، حيث استهدفت مناطق هذا القصف بمناطق الحلفاية، مزارع الحلفاية تحديدا ومنطقة أيضا مزارع شنبات الغريبة جدا من جهة الحلفاية الذي يربط بين مدينة أمدرمان ومدينة خرطوم بحري. أيضا أرض أمدرمان قديمة ومناطق الفتيحاب ومنطقة المهندسين مشتعلة بالمعارك البرية ما بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. منطقة العسكري أفاد مساء أمس كبد الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع عدد كبير من القتلى بمنطقة الصالحة جنوب غرب أمدرمان وكذلك بمحطة أبوجة بمنطقة الفتيحاب. هذه المنطقة الآن تشهد معارك برية، أي معارك المشاة استخدمت فيها الدبابات والقصف المدفعي من المناطق البعيدة خاصة مناطق الثولات، حيث هنالك قاعدة للجيش السوداني يقصف منها مناطق غرب وجنوب غرب أمدرمان. وأيضا منطقة شمال أمدرمان شهدت كما قلت لك قصف استهدف منطقة وادي سيدنا العسكري وكذلك استهدف بعض الأحياء السكنية. ميليشيا الدعم السريع استعرض أن تقصف الأهداف المدنية، أي المساكن المدنية بمناطق شمال أمدرمان مما أدى عدد كبير من الضحايا وعطل كبير عدد من الخدمات. خدمات الكهرباء أسفلت صباح اليوم عندما سقط. يبدو أن التطور الأهم عثمان في هذا اليوم هو المعارك المستمرة والمتواصلة بالدبابات كما تفضلت، والمواجهات المسلحة أصبحت ليست قصفا وقصفا مقابل. تطورات ربما أكثر ستكون معك، أعتذر منك فقط لضيق الوقت عثمان في الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أمدرمان، نتمنى من الله السلامة لك.